الكسي ساعات نحن تبدا عنا مشكل كي في عود نطبخوا كيلو كسي نطبخوا زوز كيلو ويقعد لنا ديما الدقيق الكسي الابيض موجود في الفريج. نحن اليوم شنو نعملوا؟ وصفه نتاع الليفت اوفر اللي فيها الكسي هو البطل. نشوفوا الوصفه نتاعنا توا توا. ناخذوا الكسي نتاعنا اللي هو مطبوخ، نزيدوا عليه الزيتون الاخضر، البازيلا اللي هي جلبانه، الارديشوكي، الدقله اللي هي الديتس، لحم خروف ولا لحم دجاج ولا لحم البقر اللي قعد لنا مستيو ولا متاجن، ليمون سكينز اللي هو محطوط مقصوص سان جوليان، ملح ابيض، فلفل اسود، زيت الزيتون، بابريكا، بازيليك ولا حبق ولا ريحان، صنوبر، ونخلطوا كل شيء، خلط كل شيء على بعض وعلى بعض وخلط خلط 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 خلط، وبعد نحطوها في صحن مستطيل ونزينوها بالدقلة والجلبانة واللحم والليمون والصنوبر وزيت الزيتون، وتاكلوا بالهنا والشفاء. شفنا كيفاش من الثلاجة متاعنا خذينا الحاجات اللي قعدونا الليفت اوفر الموجود، ومع الكسي كونا منه سلطة تنجم تكون حتى في بيكنيكة، تمشي البحر تمشي تعمل مع الصغار، تعمل سلطة باردة ما فيهاش مواد اللي تقراص ما حطيناش فيها طماطم. اوكي دونك ثبتوا فيها كسكسي بالليفت اوفر اللي موجود في الثلاجة، عملنا بها سلطة ممتازة. كان معكم الشيف وفيق، باي باي.